تأتي الحروب وأعمال العنف لتسبغ سوادها على كل شيء في الحياة، وتلون الأحاسيس قبل القلوب بألوان الألم والتهجير وفقدان الأحبة، وتعرض بالعائلة وكيانها حتى يصبح الحزن والإحباط عنوانا لتفاصيل حياتها اليومية. وفي هذا الخضم تكون الطفولة هي الضحية الأولى والأخيرة. يبدو الطفل حائرا لا يفهم الترحيل ولا يعرف معنى تغيير الوجوه حوله. سينسى مدرسته الأولى وأصوات مدينته الأولى وتتقلص أحلامه. لكن البعض له القدرة على منح هؤلاء الأطفال نوعاً من البهجة الملونة. ساري هو واحد من هؤلاء. هو ببساطة شديدة يشاطر الأطفال أحلامهم في الألوان. تعالوا معنا نقف عند هذه الخطوة البسيطة والكبيرة في حلقة جديدة من برنامج ضوء بيننا. إلى هناك. يكون شخص يجي يفهم معنوياتك بكلمة كلش كافية، إنه هاي الكلمة راح يظل يذكرها عمره كله. أنا أتذكر أساتذة بالمدرسة كانوا يقولوا لي هذا الشيء حلو، أو هاي من الابتدائية أحكي لك ليه ثاني أتذكر، ليه أتذكر بالروضة شلون كانوا يعلقون تعليقات على رسمي، وهاي إيش قد إلى هسه هي أثرت بي وخلتني أكمل بهذا المجال، يمكن هم واحدة من الأسباب اللي خلتني أكمل بيه. يمسك هؤلاء الأطفال بالألوان بأيديهم. لم يسبق لهم أن يشعروا بهذه اللحظات من المرح منذ اللحظة التي غادروا فيها زقاقهم ومدرستهم. لحظات الفرح التي تبدو بسيطة قد جعلت هؤلاء يرسمون أحلامهم ملونة مرة أخرى. هاي شو كنت رسمتيها؟ من جو البغداد رسمت هاي الرسمة الحلوة. بعد شوفينا مدرسة طبري ابتدائي، شنو يعني؟ استاذ قايل لهم رسموا المدرسة، موضوع المدرسة حلو زين. طبعا حبيبة ما تعرف عربي يعني. أكيد مثل ما شفتوا حميدة يعني رسامة ما شاء الله من تعفر، رسامة كلش رسمها حلو وإن شاء الله إلها مستقبل كلش حلو. محسن همينة رسمه كلش زين، ولد محمد من سنجار همينة رسوماته حلوة، رسم من الجبال والأشجار اللي موجودة في سنجار. يلا حتى نسوي معرض بعدين، أحلى واحد راح يرسم شجرة وجامع راح يفوز هدية نطي زين. علي شنو راح ترسم؟ جامع. زين احكوا لي انتوا شنو تحبون ترسمون قبل؟ شنو راسمين قبل؟ أرسم شجرة وبيت. شجرة؟ زين أكو أشجار بسنجار مثل هاي؟ شنو أكو بسنجار؟ رسمنا شيء موجود بسنجار، مثلاً رسمنا الجبال. مو؟ تعرف ترسمها؟ محسن شنو راح ترسم؟ شنو أكو بتل العفار؟ ترسم جامع؟ جامع أرسمنا جامع أو كنيسة، أرسم شنو أي شيء تريده؟ تعرف ترسم شجرة؟ أعلمك إياها أني؟ راح ارسم لك شيء من البداية وانت كمل الباقي. وفي مخيم النازحين يتراكم الأطفال بين آلام الكبار وغرقهم في تهيئة أمور المعيشة، ولنا أن نتصور نفسية هذه الأرواح الصغيرة المنكسرة
وهي تتفرج حولها فترى المكان خاليا من أي اهتمام يحسب لهؤلاء الأطفال حسابا. كنا نعرف هسه الفن وين صار، إذا بالمدرسة أو بالتعليم بصورة عامة، هسه الدرس الفنية تقريبا شاغل تقريبا يعني، وإذا يأخذوه يأخذون بدرس ثاني أو هاي، فكلش قل اهتمام المدارس بهذا الجانب. هواية هم أكو أطفال موهوبين غير الأطفال هنا، بس طبعا ماكو مثل قبل مدرس فنية يعلمهم، ماكو أو أكو بس كل شيء قليل يعني، يعني انهمل هذا الدرس. فإحنا من واجبنا أنه نروح نقول لهم ترى أنتوا إذا عندكم موهبة من واجبكم أنتوا أنه تنموها بنفسكم، ما تتوقفون مهما يكون وضعكم، ظلوا على حلمكم متمسكين برغم هم أطفال صغار، بس هم يعني هذا الشيء أصور يأثر بيهم، يأثر بيهم بنفسيتهم. شغلنا على حقوق الأقليات والأقليات الدينية والعرقية، فهم أنا صارت عندي خبرة وياهم، قدمت وياهم عروض عن السلام، رسمت عروض عن السلام عن الحرية ويا هذا المهرجاناتهم يعني. فبعدين وصل إنه هم حبوا إنه نسوي فكرة عن الأقليات الموجودة بالعراق بس على شكل فيديو كليب رسم، يعني إحنا نعرف إنه هو هذا الوقت اللي مظل الأقليات بالعراق، الصابئة المندائيين دي يتعرضون للإبادة، الأيزيدين بسنجار دي يتعرضون للإبادة مستمرة، يعني مظل تقريبا هذا الطيف الحلو اللي احنا عندنا اياه بالعراق بلش يضيع. فاني فكره الفيديو كليب هي عن العراق كعراق واحد يشمل كل الاطياف كل الاديان، وهي هاي الحلو بالعراق. مجموعة أخرى من الشباب ارتأت أن تقدم خدماتها البسيطة إلى تجمعات النازحين. هذه العوائل المحملة بثقل الأطفال باتت لا تعرف للبهجة طريقا، وصار الأطفال مرتهنين للظروف القاسية وغياب الترفيه وغربة المكان حولهم. مجموعة أخرى من الشباب ترى في نفسها شباباً واعياً لتقديم الرعاية والفرح للأطفال. كانت لنا معهم رحلة جميلة ومفعمة بالأمل، تعالوا معنا لنراهم في مخيمات النازحين. الهدف من هذا التجمع هو زيادة الوعي الثقافي لدى المجتمع من خلال الحملات والندوات التي تقام. أطلق التجمع عدة مشاريع ثقافية، منها قدوتك هذه الحملة التي تحاول تعليم الناس معنى القدوة أو اتخاذ القدوة لهم في الحياة. الحمد لله استمرت هذه الحملة لمدة شهر كامل، استطعنا فيها تغيير شيء بسيط من مفاهيم بعض الشباب الموجودين. يدرك هؤلاء الشباب أن خدماتهم التي يقدمونها للأطفال وإن كانت بسيطة فهي وسيلة لحفظ هذه الذاكرة الحيوية ومحو صور الدمار عنها واستبدالها بصور المحبة وصور التسامح وقبول الآخر. لأن الأطفال احنا نعتبرهم هم قادة المستقبل، لأن اليوم احنا إذا زرعنا حب الوطن بالأطفال والتسامح في الأطفال سوف يكون مستقبلنا مسرًا إن شاء الله. كانت لدينا عدة حملات سابقة حول هذا العمل ومع الأطفال، كانت قبلها حملة لنرسم مستقبلنا لتعليم الأطفال الرسم وحب الآخرين. عمل بسيط يعالج نفسيات ستكبر في يوم ما وتتذكر من راعاها في هذه الأيام العصيبة. حلقتنا مستمرة، تابعونا في مزيد من التفاصيل بعد هذا الفاصل.
يتجمع هؤلاء الأصدقاء لخدمة الأهداف التطوعية، ومرة أخرى تكون وسائل التواصل الاجتماعي هي الرابط الذي يجمع فيه هؤلاء الشباب لتقديم خدماتهم المجانية. التواصل الاجتماعي كان بحق وسيلة ناجحة في تجميعهم، وذات مفعول مبهر وفعال. عندي 82 طفل رضيع، 82 طفل رضيع. هذا الطفل الرضيع مين يجيب له حليب؟ من الخيرين، من الخيرين. واني دائما على الفيسبوك دائما اناشد اخواني اطفال، الكبير بالعمر يقدر يرتب امره، ياكل له خبزه، ياكل له كذا. احنا الحمد لله والشكر بوجود الخيرين، الحمد لله والشكر انه الطحين وهم يخبزون. بس لكن هذا طفل شلون؟ اختصر بعض الشباب بأن زياراتهم هي تغيير جو للأطفال، وأن هذا ليس بالقليل إزاء أطفال لم يفهموا من حياتهم اليانعة سوى ترحال لا ينتهي ومنازل مؤقتة وظروف معيشة صعبة للغاية. احنا نقول هذول أهلهم، وماكو فرق، ماكو فرق بين هاي الطائفة وبين هاي الطائفة وبين هاي المكون وهاي المكون. بس احنا اللي نتمناه من اهلنا عينهم على النازحين، لانه احنا مساعدات ماكو، يعني مساعدات ماكو. وزاره التجاره احنا كنا نستلم من عندهم الحصه التموينيه امشي بيها امري من شهر 11. هسه احنا شهر الخامس ما وصلني الثمن النهائي، شهرين فقط وصلني الزيت، واربع اشهر الشكر فقط. انا عندي 625 نفر يومية غدا مركزي، يعني عندي مطبخ مركزي، مطبخ موجود أسوي غدا يوميا للمخيم كله يومية. هاي صار لي سنة وشهرين يومية غدا للمخيم كله. احنا في تجمع كل شخص إلى رأيه وكل شخص إلى معتقده وإلى دينه. أنا لما رحت للمخيم أنا شيعي، رحت يم السنة كمخيم سنة. احنا ما أخذنا هاي الأمور كسنة وكشيعة، بالعكس احنا اعتبرناهم كأخوة إنه. فلما رحنا نهائيا لم نفكر هذا شيعه او هذا سني او اي مذهب، ها بالعكس كانوا اخوه لنا. ويعني احنا هاي بعد يوم يجوز يصير بينا هذا. مادة الفنية والرياضة أنا أعتقد نسيانها خطأ. ليش؟ لأنه سوف يؤثر سلباً على الأطفال، خاصة أطفال حسب المرحلة الابتدائية ما يأخذوا الرسم ولا رياضة. ليش؟ لأنه الدولة ما جاي يشجع على الرسم، ما جاي يشجع الناس أو الأطفال أو المدرسين على الثقافة. الثقافة ما أعرف يعني الصوت مين، ما أعرف. من بين أفعال هذه المجموعة التي قدموها للنازحين وأطفالهم تبرز لنا نية واضحة لديهم بتجاوز عثرات الحاضر، أنهم يعبرون عن رفضهم لأخطاء الجيل الذي عاش وشارك مأساة العنف، ويعقدون العزم على أن يكونوا مفتاحا لهؤلاء الأطفال كي يبنوا مستقبلا أفضل بعيدا عن الضغائن والأحقاد وبعيدا عن ذاكرة العنف. عندنا هاي النشاطات اللي صارت تقريبا ما يعادل حاسبيا حدود 6 نشاطات اللي صارت خلال هاي السنة، اللي صارنا سنة وشهرين احنا هذا المجمع. فصارت هم شباب، هم يعني الشباب كليتهم اللي سووا هذا الشيء كلش حلو، اللي سووا قسم من عندهم مسرحية، اللي لبسوا ملابس كلش حلوة، خلوا الأطفال فرحة كلش يعني ارتاحوا بيها. يعني حتى أنا دائما الأطفال يقولوا لي عمو أبو سيف خلي يجون بعد يسوون هيك فعالية للأطفال. يعني الصور يعني أنا أول ما اتصلوا بي قلت لهم أهلا وسهلا بكم، إحنا نحب هذا الجيل اللي هسه ما عندنا تفرقة، إحنا
هسه أنا أعرف كل الشباب جايين من عدة مناطق في بغداد من كل الأطياف، مو صحيح؟ هاي الفرحة، هاي الفرحة اللي خلت تشوف هسه أنت انتبه، الأطفال نفسهم متعلقين بالشباب اللي جايين، متعلقين بيهم وفرحانين. جذبت انتباه طفلة صغيرة، فدام خطي يعني سلمت عليها، ظلت ترحب بيها وشلونك، وظلت تسولف وياي. أنا صراحة انقهرت عليها، يعني داخلي شعرت بأنه خط انظلمت، يعني صوتش، يعني صوتش الناس مع الأسف، يعني شلون أقول لك، انظلمت. فبعدين سألتها قلت لها راح أروح، قالت لا أريدكم تبقون هنا. قلت لها زين ليش؟ قالت أنتم تفرحونا، أنتم تونسونا، أنتم هيك، أنتم هيك إلى آخره. يعني هاي تنقهرنا ما نشوف هيك جالة انظلمت. حاولنا بإمكانياتنا البسيطة أن نساعد به النازحين، نساعد به إخواننا. فمن خلال هذا العمل وجدنا أن نفرح الأطفال، لأن الأطفال لهم فترات كبيرة لم يفرحوا بسبب الحرب وداعش وتهجيرهم. فقمنا بأخذ داتا شوب بتعاون مع إحدى الفرق، بأخذ داتا شوب قمنا لهم بعرض سينما أفلام كارتون. 10 سنوات من التدريب لتحصل على شهر. أجواء المخيم قد تمنح العوائل والأطفال السلام والطمأنينة، لكن المحيط يفتقر للأمل، وهؤلاء المتطوعون هم من تولى عملية زراعة الأمل بعلاقات صحيحة مع الآخرين، يحملها الأطفال معهم في ذاكرتهم عن هذه الأيام السوداء. ضوء الأمل هو ما يغير الذاكرة السوداء ويرسم محلها ذكريات بيضاء مليئة بالمرح. أنا قررت الصراحة بالعطلة أحث أصدقائي في المنطقة للحث على الارتباط بالتجمع، لأنه سوف يكون لهم حافز ومساعدة الناس، وهم من يريدون ذلك، هم يريدون مساعدة الناس ومساعدة الأطفال ومساعدة يعني مساعدة الدولة، لأن الدولة تعرف أنت الدولة ضعيفة، ضعيفة حاليا من ناحية الخدمات، من ناحية الخدمات، من ناحية شلون أقول لك، من ناحية الاقتصادية، من كافة الجوانب الدولة ضعيفة جدا. الفرحة اللي صارت مو بس الأطفال الصراحة، يعني حتى آبائهم، حتى الأب والأم ارتاحت من شافت تغيير نفس الطفل، لأن الطفل دائما مخيم وخيمة ومأساة. فهذا الشيء بالعكس كلش كلش يعني حلو ومرتب. وأني دائما أشجع الشباب، والشباب جزاهم الله خير اللي صاحبين همة اللي خلوا الفرحة لهاي الأطفال. إذا صار البلد أحسن، وإذا صار مستقبلهم أحسن بصورة عامة، أكيد رح يكون لها مستقبل حلو، لأن تستاهل. الأطفال هم الغد الذي نرغب بأن يكون مختلفاً عن وضعنا الحاضر، ومتحرراً من مساوئ نتائج العنف والترحيل والإرهاب، لكنه لن يتغير
إلا إذا استعد له بعض الناس من اللحظة الراهنة. شاهدنا في هذه الحلقة بعضاً من عطاء هؤلاء الشباب للأطفال. انتهت حلقة اليوم، ملتقانا معكم في ضوء جديد وحلقة جديدة، وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.